يبدو أن قوات الجيش الوطني والمقاومة قد عقدت العزم على تحرير محافظة البيضاء والتي تمثل قلب البلاد وبوابة لثمان محافظات يمنية. فبعد تحرير منطقة قانيا الواصلة بين محافظتي البيضاء ومأرب وتأمين محيطها، تقدمت باتجاه منطقة الوهبية مرورا بيسبل والمناطق المحيطة بها. تأمين محيط منطقة قانيا في المحافظة وتحقيق انتصارات كبيرة فيها مثلت مرحلة وضعت قوات الجيش الوطني أولى خطواتها في منطقة الوهبية. خلال الأيام القليلة الماضية تحركت قوات الجيش الوطني والمقاومة لاستكمال تحرير بقية المناطق المؤدية إلى الوهبية مركز مديرية السوادية، وسط انهيار كبير لعناصر الميليشيا في المنطقة. تستكمل قوات الجيش تحرير منطقة اليسبل متجهة نحو الوهبية مركز مديرية السوادية حيث يتمركز الحوثيون. يأتي هذا التقدم الذي يحرزه الجيش الوطني بالتزامن مع غارات جوية لمقاتلة التحالف العربي على تجمعات لميليشيا الحوثي في المنطقة ذاتها. وقد استكملت قوات الجيش الوطني خلال الساعات الماضية تحرير سلسلة جبال اليعر والمسعودة في جبهة قانيا بعد معارك ضارية. وبتحرير ما تبقى من السلاسل الجبلية في يسبل، تكون قوات الجيش الوطني قد أحكمت سيطرتها على منطقة الوهبية وخريف الضفة، تزامنا مع تقدم قوات الجيش في جبهة الملاجم لتحرير منطقة الفضحة. وتعد منطقة يسبل منطقة استراتيجية تهيمن على الوهبية والملاجم وردمان آل عوض، وتحريرها يعد تأمينا لقانيا بالكامل ومفتاحا لتحرير بقية تلك المديريات تباعا في يد الجيش الوطني.